لو صاحين الله الله ابوي دبع الرشاش بالقطو قاعد نرتب خلص بعض امور السفره وجيه الصلاة واضح عبد الله الروقي بعد مكلمنا عليك عبد الله ضحك ضحك اليوم يثق في ذوقي عبد الله الروقي يعني يبي لي اروح اقدمنا قال الله ما تروح معنا والله ما تروح والله اني مشغول والله بتتلفون الزبدة ترى صحين رحنا اخذنا قهوة امرنا مطعم نتعشى عيننا الله خير الحياة حلوة قريب اليوم حقك اللي تعيني صراحة يا جماعة الموضوع يعني صاير خوف يعني صراحة يعني بعض الناس حتى راعي البقالة نزلت البقالة راعي البقالة يقول ناده لي أبي شي بيبي ها شي بيبك من هو على البقالة شي بيبك سريع انت شي بيبك هناك رايك الله يا شي بيبك على البقالة سريع اي والله ما اعرف الله ياخذ عقلك وعقله وش بي اقسم بالله اني نزلت انه قال خويك خليه يجيني في ذمتك؟ اي والله تعرف ان هذا خوينا في الخليج اه عيني الله يلعن الله يلعن قد الخسيس انت مقطعك بايخ الله يلعن يا سريع انزل انزل دقيقة انا بنزل معك اوثق الموضوع يلا انزل 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 لا الرجال ما شفي والله والله ما ادري انا الله ابو لعيدك انا الله ابو لعيدك انا اقرا لك استغفر الله يا رب هاي نص انا مصور الرجال انا هناك مصور الرجال اجيب عين مصور الرجال يقول ما فيك راح لك الله ياخذ عقلك وعيالك اللي اقسم بالله انا يقول لي والله ثم والله انا يقول ما تعيدك مصور هنا بعد مصور موثق على الله ابو لحيتك يا اخ هناك اخ طب الكاميرا طب الكاميرا طب الكاميرا لا يوقف والله ما ادري لما يقول اقسم بالله ما داعي داك داعي داك هاي ما انت وين انت جاي طيب يجري 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 ما يسري فيك طاق الايماني انا بلطمك ما داعي داك طب ما تصور والله ما تصور والله يظهر على الواد وين راح دخل تحت الموتر اتحداك تنزل يلا والله انا ما ادري كيف اكون كلب اصبر الله اصبر انزل يا رخامة انزل ما برخامة يا رجال انا رجل رجل جاي شد هذا حول حول جاني شد هذا اصبر اصبر شد هذا الباب جدا تب الله لا يبقى بضاعة عند الله ترى ما ادري ربش ذي خلاص ما في شيء امشي تفضل تكبر مني بشهر انا امك بان الكبر ذا العين الا انك مقدام قوم شغموم لا روح بروح سيارة انا شوي بس اصبر انا جوال السيارة روح يا رخامة احنا اي كان عندي شقة العين هذا مجنون كريزي القطر يقول يا مردودة ولا متروني